الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نحمده تعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والمثل والمثيل ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ومسكه وختامه وحبيبه ومجتباه ومصطفاه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة كلهم أجمعين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة في الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، واشكروا الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليكم من النعم الجليلة ومن آلائه المترادفة ومننه المتكاثرة وآلائه الجسيمة. فاتقوا الله عباد الله حيثما كنتم، فإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. عباد الله، اتقوا المحارم، اتقوا المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، كونوا بدينكم مستمسكين، وحافظوا على الجمع والجماعة، ووطنوا أنفسكم عباد الله على السمع والطاعة، ونوبلوا حياتكم بنور الإيمان والأعمال الصالحات. فأمروا بالمعروف تنصروا، وانهوا عن المنكر تحصروا، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. عباد الله، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. فإن العبد المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين أجل قد أتى لا يدري ما الله قاضٍ به. فليتزود العبد من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لكبره، ومن دنياه لآخرة. فإن الدنيا خلقت لكم، وإنكم خلقتم للآخرة. عباد الله، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن لله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان مغفرة تعم المسلمين، ويحرم منها أهل العداوة والضغائن والشحناء والكافرين. عباد الله، فاعملوا أعمال الصالحات مخلصين لله، خاصة في هذه الليلة المباركة في ليلة النصف من شعبان. عباد الله، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان إلى خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. فاعفوا عباد الله، واصفحوا، وتراحموا، وتراحموا، وتواصلوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فكونوا متمسكين بهذا الدين المبين، واستقيموا على الإيمان والإسلام، فإن الإسلام دين شامل كامل لا يتجزأ جزء عن الجزء، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر، كل أمر حكيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغابا لمن جحد به وكفر، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سادات الغرر.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، إني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجتنبوا الموبقات. أحرمكم أحذركم عباد الله عن معاصي الله ومحارمه، فاتركوا المعاصي عباد الله، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات وصدق النيات، ونبلوا حياتكم حياة صالحة بنور الأعمال والإيمان والتقوى وخشية الله سبحانه وتعالى. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم رد الشباب المسلمين إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أقيم على الجهاد وانشر رحمتك في البلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم كما جمعت هذه الجموع في هذا المكان المبارك، اجمعهم على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم زين أعمالنا بخشيتك، اللهم زين قلوبنا بخشيتك، اللهم زين قلوبنا بعرفانك ومعرفتك، وزين أعمالنا بسنة نبيك المصطفى صلوات الله عليه وسلامه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى الصحابة كلهم أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله تعالى يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.